السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم في كل مكان، وهاخد من وقت حضراتكم 5 دقايق بالظبط عشان في قضية خطيرة. بعض الإخوة الأفاضل اللي بيردوا على أمين صبري على اليوتيوب، لقيت البعض بيكفر أمين صبري. طبعا أنا ضد هذا المبدأ على الإطلاق، نحن لا نكفر أحد على الإطلاق، احنا نناقش الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق. كون بقى ان هو عنده استهتار بالعلم واستهتار بالسنة وحتى تفسيراته للقرآن الكريم يعني لا تنقصها السذاجة، ومع ادعائه ان هو بيتكلم كلام يعني قاطع ولابد الناس تسمعه وتلتزم بيه وكأنه يعني نبي من الأنبياء، برضه احنا لن نكفر أمين صبري. احنا مع اعمال العقل فيما يقوله هذا الرجل. ده شخص هرب بره مصر، بيعيش في المغرب، تمويل غير معروف المصدر، تمويل مشبوه، وكل فيديوهاته بالكامل وكل لقاءاته وكتبه بتحمل هجوم على العلم والعلماء بصورة سيئة جدا جدا جدا. ومع ذلك احنا لن نكفر امين صبري. طيب ايه قصتنا مع امين صبري؟ احنا عايزين منه ايه؟ عايزينه يعتدل في القول، وعايزينه يتكلم بصورة علمية، وعايزينه يقول في النقاط الخلافية يقول الله اعلم، انما لا يصح ابدا ان هو يتكلم كأنه هو يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا، ده كلام فاضي. فكرة ان هو يعلم الصحابة او ان هو كلامه نهائي او كده، او كلامه يحسم الامور، ده كلام فارغ. لان لو انسان في قلبه ذرة من الايمان واليقين يقول الله اعلم. امين صبري بيعتمد على ان الناس بتاخد ثقافتها الوقت وعلمها السطحي من اليوتيوب للأسف، وبتعتمد على الفيسبوك واليوتيوب والكلام ده، كلمتين وخلاص، بتشكل ثقافة دينية رديئة يا جماعة وسيئة. لازم الناس تقرأ وتسأل، مش عيب أبدا إن احنا نسأل يا جماعة، مش عيب أبدا إن احنا لما نسمع حاجة مش فاهمينها نسأل فيها إيه المشكلة. إنما فكرة إن هو يبقى غزير الإنتاج ويحاصر الناس بالفيديوهات وبالدورات وبالكتب، ده شيء مشبوه، والحمد لله ناس كتير بتتصدى له واحنا بنتصدى له، انما احنا لن نكفر امين صبري، وندعو كل الناس ان هي ما تكفروش. بس فكروا في كلامه هتكتشفوا ببساطة ان هو بيتكلم كلام فارغ يا جماعة، يعني في معظمه او في اغلبه فارغ، مش عايز اقول كل كلامه فارغ. الله اعلم بنيته، والله اعلم باهدافه، والله اعلم بتمويله، والله اعلم باسباب هروبه من مصر الى المغرب. احنا اللي يهمنا في القصة دي ما ناخدش كلام اي شخص على عواهنه، لا، نفكر ونعقل الامور، ولو في حاجة مش واضحة بنسأل، ودايما نرجع لعلمائنا الافاضل اللي هم اكثر مننا علما، ونسألهم ونهتدي بعلمهم. شكرا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.